إفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. أنا أريد منك توجيه في أمر. الأمر الأول أن أحد الشباب التزم منذ ما يقارب سنة كاملة، فصار يرافقنا دائما، ابتدأ معنا حفظ كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية هذا الأخ فضل مرافقة بعض الشباب الغير ملتزم بشريعة الله وابتعد عنا، لكن نحن ما زلنا في اتصال به ونسأل عن أحواله ونقدم له النصيحة في العودة إلى ما كنا عليه، لكن هو الآن يرفض. نحن فكرنا في قطع كل اتصالاتنا به، فهل هذا الفعل جاهز؟ والأمر الثاني، نحن عفوا هو ابن هو ابن من الأبناء؟ نعم، ابن من أبنائكم، أو كانت تربطكم به صداقة؟ كانت تربطنا به صداقة. نحن الآن قررنا أن ننفصل عنه، لأنه ترك الصلاة وصار يتاجر حتى في المخدرات كما علمنا، وأنا أريد رقم هاتفكم يا شيخ. لا بأس، خذوا من الإخوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فللمسلم علينا حق النصح وحق التذكير وحق التوجيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فإن كنت ترى أنك أديت النصيحة على الوجه الأكمل ولم تجدي ولم تنفع ويخشى من التضرر به، فالبعد عنه أسلم. وإن وجدت موطنا طيبا ووقتا طيبا لتقديم الذكرى فقدمها في حينها، واسأل الله له الهداية والتوفيق، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. أنا كنت وضع في رمضان اللي عدى وبعد كده لحد دلوقتي ما صومتش الأيام ديتي، فأنا إن شاء الله نويت إن أنا أصومها، لازم أصومها ورا بعضيها عليها 16 يوم، ولا أصومها 2 وخميس وكمان لسه ما صمتهمش لحد دلوقتي. لو جاء عليا رمضان ما صمتهمش، انا حامل، لو ما قدرتش اصومهم ينفع اصومهم بعد رمضان ولا لازم يصوموا قبل رمضان ما يجي عليهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلا يلزم. ولو سمحت سؤال تاني. ايوه اتفضلي. انا حامل في الشهر الرابع ومعايا طفلة عندها 9 شهور، وانا دلوقتي عايزه انزل الحمل ده عشان الطفله اللي معايا تعبان وانا تعبانه، فهل يجوز تنزيل الحمل ولا عليا ذنب ولا ايه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، فالسؤال الاول: هل يلزم قضاء الايام التي عليها متتابعه ام يجوز قضاؤها متفرقه؟ يجوز قضاؤها متفرقه. ثانيا: اذا لم تستطع ماذا تفعل إذا لم تستطع الصيام صيام عليها ودخل عليها رمضان آخر؟ تصوم ولو بعد رمضان الآخر. ثالثا: لا يجوز لك إنزال الحمل الذي بلغ 4 أشهر، بارك الله فيك، فإن الروح قد نفخت فيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ كان عندي سؤال كده بس كنت محتاج الرد من حضرتك. يعني ارفع الصوت.
كان عندي سؤال حضرتك وكنت محتاج الرد يعني. اتفضل. حضرتك في صديق ليا ألقى يمين الطلاق على مراته 3 مرات، في منهم مرة كانت حائض يعني، والمرة التانية كانت حامل، فهل الطلاق في الحالة دي بيجوز ولا إيه؟ واقع في الحمل وفي واقع عند الأئمة الأربعة، خالف السنة وطلاقه وقع. يعني حتى لو كان غاضب أو كان أي حاجة؟ لا، كل شيء بحسب. أنت سألت عن جزئية معينة وهي إلقاء اليمين، إلقاء الطلاق في الحيض أو في الحمل. خالف السنة لكن طلاقه واقع عند الجماهير. طلاقه واقع عند الجماهير. نعم. طب حضرتك النهارده هو راح دار الإفتاء وكده، بس قالوا له إن عذرا أجبتك بما عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: إذا مات شخص في 17 من عمره هل يحاسب؟ إذا كان قد بلغ يحاسب، فإن القلم مرفوع عن الغلام حتى يحتلم، فإذا احتلم بلغ، والبلوغ كثيرا ما يكون أقل من 17، فمنذ أن بلغ يجري عليه القلم ويحاسب. هل يجوز إخراج زكاة أموالي إلى أختي التي تدرس في الجامعة إذا كانت في معيشة مستقلة وأنت لست بملزم بالإنفاق عليها؟ جاز إخراج الزكاة لها إذا كانت فقيرة، إذا كانت فقيرة ولست بملزم بإخراج الزكاة بالإنفاق عليها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الجليل، الله يغفر لي ولك، تفضل. بالله معنى الآية الكريمة في قول الله عز وجل في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما معنى المحصنات وإلا ما ملكت أيمانكم؟ بالله مع بعض التفصيل لو سمحت، وشكرا. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيقول تعالى ذكره في ذكر المحرمات من النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. فمعنى المحصنات هنا المزوجات، فالمزوجات من النساء داخلات في التحريم، كما أنك لا تتزوج أمك، لا تتزوج أختك، لا تتزوج أيضا امرأة متزوجة إلا إذا أتت إليك بملك اليمين كسبايا الحروب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام غنم مع أصحابه نساء من سبايا أوطاس. كانت هناك غزوة يقال لها غزوة أوطاس، فغنم المسلمون سبايا من النساء ولهن أزواج. فلما غنمهن المسلمون فرق بينهن وبين الأزواج، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تستبرأ المرأة منهن بحيضة، فأصبحت ملك يمين، وإن كانت مزوجة فالأسر الذي حصل لها والغنيمة التي غنمها المسلمون فرقت بينها وبين زوجها. فهذه المحصنة التي هي ملك يمين، هذه عفوا مزوجة التي هي ملك يمين، أصبحت ملك يمين لك، أمر النبي أن تستبرأ بحيضة، أن تستبرأ بحيضة واحدة. وهذا الوارد في تفسير هذه الآية، والله أعلم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ نعم. أنا عندي سؤالين. أول سؤال: هل يجوز الوضوء من يعني بدون أي ملابس يعني بعد الاستحمام؟ يجوز. يجوز. طيب، وأنا عندي خالي متوفي، ومرات خالي عندها أولاد وكده، فوالدتي أما بتروح هناك بتقولها مش عايزاك تجيني، أنا مش عايزاك تجيني ولا عايز أشوفك. أمي بتشوف خالي في المنام وكده، وإن هي إنها تروح وتسأل على العيال وكده، فهي منع إن حد يدخل عليها، وأمي حاسة بالذنب وزعلانة. لا، أمك مذنبة. لماذا؟ أمك أرادت الذهاب فمنعت، ليست أمك بمذنبة، المذنب من يقطع، المذنب من يقطع الرحم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عايز أسأل حضرتك على حاجة. اتفضلي. أنا جوزي الله يرحمه قبل ما يتوفى كان موصي إن هو ما ي... في شقة ورث هو وبناته، هو ولد على 6 بنات. فلما توفى اوصى ان هو ملوش في الشقه دي، اوصاني انا، قال لي انت مالكيش في الشقه دي، لا انت ولا اولادك، لان كان حاطط بينهم وبين بعض كده هو. فهو دلوقتي متوفى بقاله 3 سنين واخواته مفكرين في الشقه، هل احنا لينا في الشقه دي؟ هو معاه ولدين وبنت، وانا هل لينا احنا في الشقه دي؟ وبعد حضرتك انا هات وحضرتك تجاوب عليا. عفوا عفوا، هو كتب الشقه لاخواته او ماذا؟ لا لا، الشقه ورث بتاعت ابوهم الله يرحمه. ايوه، يعني كتب تنازل عن نصيب. لا لا، هو كان في ساعه غضب معاهم لان هو كان محتاج فلوس، وقال لهم اي واحده فيكم تشيلها، فهم رفضوا لان كان محتاج فلوس جدا جدا، وهو كان على فراش الموت. طيب ما السؤال؟ ماذا قال؟ هو قال لي انا. قال لك ايه؟ قال لي انا احس كانك يعني تاخدي يعني مش قادره تتباع وتاخدي فلوس او تعملي اي حاجه. فانا قلت له طيب، فهو دلوقتي متوفى بقاله 3 سنين. دلوقتي بتفكر تبيع الشقه. لماذا احنا لينا؟ لا عفوا عفوا يا اختي، يعني لماذا قال لك لا تاخذي من 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 التركه التي لي في الشقه؟ ما السبب؟ لان هو اصلا كان محتاج فلوس، لانه كان مديون، كان هو حاسس ان هو هيموت. يعني استدان منهم؟ لا، هو كان مستدين لاخويا انا، وكان عايز يسد دينه قبل ما يموت. السؤال غير يعني غير مفهوم التعليل، لماذا منعك من الميراث منه؟ هو كان حالته منهار، يعني مش مصدق ان اخواته يعني يقفوا كده، لان هو اصلا كان فاتح لهم بيته. اي يعني هو متضايق من اخواته. أيوة. هل المتضايق من الشخص يعطيه مالا يقول له انا متنازل لك عن نصيبي؟ قال لي انا. ايوه، هو قال لك يعني هو الان بينه وبين اخواني واخواتي خلاف. هل الذي بينه وبينهم خلاف يقول لهم خذوا كل الميراث وحرموا زوجتي واولادي؟ فانا مش عارفه هو من وقت كلام غير متصور. على كل، اذا لم يكن هناك شيء مكتوب، لا ما فيش اي حاجه، او مكتوب. لم يبرز تبرير لهذا الصنيع، فلك ان ترثي. السلام عليكم. طبعا اولاده، هم اولاده. لازم افهم لماذا قال لا تاخذي شيئا. ما انا بقول لحضرتك الخلافات جامده جدا. اختي سؤالك غير مفهوم، ممكن تاخذي رقم الهاتف وتتصلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ عندي سؤال، إذا كان يعني واحد قض عهده. نعم. قض عهده. يعني واحد ما راح يوفي بعهده. لأن إذا وفى بعهده راح يصير مشاكل. فما الحكم؟ كفارة العهد كفارة يمين. كفارة العهد. رجل قال أعاهد الله أن أفعل كذا ولم يفعل. كفارة العهد كفارة يمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بقول لحضرتك يا مشكلة، عايز تصوم أول رجب سنة ولا؟ لم يرد عن رسول الله أنه صام أول رجب على وجه الخصوص. إنما هو من الأشهر الحرم التي تستحب فيها الأعمال الصالحة، والله أعلم. شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا عايزه اسال بس سؤال، الصيام السنه لو انا سهيت وحطيت حاجه ببقي، هل صيامي جايز ولا افطر؟ عفوا نسيتي؟ يعني في صيام السنه، مش الصيام بتاع شهر رمضان، الصيام العادي اللي هو الاثنين والخميس كده، ونسيت وكلت حاجه او حطيت حاجه ببقي، هل صيامي جايز ولا لا؟ الصيام جائز. شكرا. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه، يعم الفريضة والنافلة على السواء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. منير حضرتك من الصعيد. تفضل يا منير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنجز سؤالك يا منير. يا شيخ ربنا رزقني بثلاث أولاد، ومنهم ماجد ومعاذ ومحمد. فمحمد الصغير دايما يسمع تعليقات ان هو
اسمه مطرق. نعم. كنت عايز اسميه انس. فاخوي انه اسمه محمد. فايه رايك يا شيخ؟ انا ما فهمت السؤال يا ماجد ومنير وعازم ولا محمد حازم. ماجد ومنير ومحمد. فهو محمد اسمه محمد منير على اسم مطرق. يعني انت السؤال تريد تسمي الابن مؤمن؟ اذا كنت انتهينا بس من السؤال. ان كنت تريد ان تسمي الابن مؤمن جاز هذا والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اني احبك في الله يا عم الشيخ. احبك الله الذي احببتنا من اجله. بالله عليك بس هطلب منك رقم الهاتف الخاص بيك لان الرساله اللي عندي ما ينفعش على الهواء. خذه من الاخوه وارسل رساله على الهاتف ان شاء الله نجيبك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن يا شيخ اسالك على سؤال؟ اتفضلي يا اختي. امراه تبدا حيضتها بدم جني. تبدا حيضتها بدم جني وهي وقت حيضتها فهل تقطع الصلاه؟ كيف؟ فهل تقطع الصلاه؟ يعني كيف تبدا حيضتها بدم البني؟ يعني اول ما تبدا الحيض بتبدا بدم البني. طيب ما هو كل دم الحيض يميل الى ذلك. اذا نزلت دفعه الدم في وقت نزول الحيض الشهري حضرتك تمتنع المراه من الصلاه والصيام والجماع. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا يا مبارك؟ الحمد لله. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. معلش يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال بس لحضرتك تجاوبني عليه بس بالتفصيل بالله عليك يعني. الله المستعان. في أنا شغال في عامل الصيدلية ومن ضمن اللي عامل الصيدلية في بشام يسمى جدول أو ما نصح اللي هو ترامادول وحاجات زي كده. فالبشام ده طبعا بيجي بروشتات المرضى. وبعضه ما بيجيش. بياخدوا الناس بعض الأحيان لعلاج التأخير للقص للجماعه يعني. ف وممنوع طبعا احنا ما ندوش لاي شباب وبس ندول للمتزوجين بس يعني بياخدوه للعلاج فقط التاخير بس وبياخدوا بحذر لان بيحذروه يعني بس مش اكتر من كده يا شيخ. فبالله عليك التزم القوانين الطبيه الموضوعه في هذا الصدد. التزم كمان. القوانين بمعنى. الطبيه الموضوعه في هذا الصدد يعني اذا منعوك من بيعه الا بما يسميها الروشتة فلا تبيعه إلا بالروشتة. أنت التزم التعليمات الطبية في هذا الصدد. بارك الله فيك. تمام يعني ما ينفعش يبيع من غير روشتة. بعض يعني أغلب الشعب يا شيخ لا إلا يعني بيحرج إن هو مثلا عفوا الدكتور يقول والله أنا بعاني من سرطان القصر. عفوا لا مش الأمر لا يضطرد. أنت الآن كلامك متعلق بدواء له شعب له أضرار من ناحية وله منافع من ناحية. أقول لك التزم بيع هذا الصنف من الدواء بالروشتة. أنا لن أقول لك لا تبيع معجون الأسنان إلا بالروشتة ولا أقول لك لا تبيع دواء الكحة إلا بالروشتة. لا إنما أقول لك هناك دواء ذو حدين مثل هذا الدواء يستعمله الفجرة الفسقة ويستعمله المرضى المحاويج. فالمرضى المحاويج يأتون بالروشتة. يا شيخ بدون قطع كلامك يعني ما بندوش غير للمرضى فقط يعني إن شاء الله بإذن الله. على كل حال إذا كان للمرضى لا بأس إذا كنت أنت بخبراتك تفهم أن الذي أمامك بدون روشتة يا شيخ. انتبه بس كلامي. إذا كنت تفهم من حال الذي أمامك أنه يستعمله في الفسق والفجور لا تعاون على الإثم والعدوان. وإن كنت تعلم من حال الذي هو أمامك أنه يستعمله في التداوي فهو حينئذ جائز لك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ايوه شيخ زي حضرتك. الحمد لله. حضرتك سؤالين. نعم. لو كان الامام بيصلي الصلاه الرباعيه مثل العشاء فهو نسي وقايم يجيب الركعه الخامسه فالمأمومين قالوا له سبحان الله وذكروه فهو ما اتذكرش فهل يجوز ان واحد من المصلين يقولوا له اجلس انها الركعه الخامسه؟ لا يجوز. والسؤال الثاني لا يجوز. سمعتي؟ نعم لا يجوز. سمعتي او لم تسمعي؟ طب والسؤال الثاني ان هو لو المأموم راح
في صلاة الجمعة وهي الإقامة بتقيم، هل دي تحسب له جمعة؟ تحسب جمعة لكن حرم أجر استماع الخطبة. طيب ماشي، جزاك الله خير يا أخي وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى ربنا يبارك فيك. الحمد لله وإياكم. لو سمحت، الأرض المؤجرة عليها زكاة الحبوب بتاعتها إزاي؟ وبعض الأطفال بيشتري مثلا آيس كريم أو بسكوت أو حاجة وبيلاقي فيها كوبون يكسب بيه حاجة تانية. لا أعد السؤال. فهل دي عن حكمها إيه لو سمحت؟ أعد السؤال. أعد السؤال. الأرض المؤجرة. كيف إخراج زكاة الحبوب؟ السؤال الأول. الأرض الثاني، الأطفال لما بيشتروا المأكولات اللي هي مثلا شيبسي أو آيس كريم أو بسكوت بيلاقوا كوبون في الحاجة، فممكن يكون الكوبون إنه ليه من حقه من البائع تاني مثلا آيس كريم تاني أو بسكوت تاني، فدي حكمها إيه؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأرض المؤجرة إذا كانت مؤجرة بالمال فزكاتها على المستأجر، زكاتها على المستأجر، وإن كانت مؤجرة بقدر مما يخرج منها فزكاتها على الخارج منها قبل تقسيمه، والله أعلم. أما الشيبسي أو الآيس كريم الذي يجد الشاب أو الطفل فيه هدية كوبونا يشتري به شيئا آخر لا بأس به، لأن حوافز من الشركات المصنعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا عندي سؤالين يا شيخ عرفك الله. تفضل. هل يجوز قراءة القرآن باللغة الإنجليزية؟ لا تجوز، إنما يقرأ معناه ويقرأ تفسيره باللغة الأعجمية، إنجليزية كانت أو فرنسية. أما قراءته تلاوته بالإنجليزي لا، بارك الله فيك. حتى لو كان يعني واحد أجنبي يتفاهم معناه، بارك الله فيك، كتلاوة وترتيلها بلسان عربي مبين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك يا شيخ، إن أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. بالنسبة الست متحجبة ومتنقبة. نعم نعم. زوجتي متنقبة. طيب. فطبعا بالنسبة للي هي زي الحواجب والحاجات دي، هل لو عملتها هل حرام ولا حلال؟ إذا كانت ستأخذ من الحواجب تزيل الشعر شعر الحاجب فهذه كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتلمصة، والله أعلم. يعني بالنسبة يعني ما تاخدش من الحاجب خالص؟ لا تزيل شعر الحاجب. لا تزيله بالمنماص، لا تنتفه. ماشي، شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يحبك في الله. والله انا احبك الله الذي احبتنا. الله يديك الصحه. احنا كنت بس عاوز اسال حضرتك سؤال كده. تفضل. بالنسبه لو حضرتك بتعاني من التعب ولا اي حاجه. نعم. انت غالي عندنا، انا بحس انا يعني بشوف حضرتك ان في حاجه بتعاني منها تعب او حاجه، فلو في اي حاجه عندنا وصفات لعلاج حاجات كتير، فانا بحبك في الله وعاوز لو اي حاجه تعبك ولا كده احبك اي حاجه تحت امرك. احبك الله الذي احبتني من اجلك. والله بحبك من كثر حب لك، عاوزك يعني ايه شرطك زي العسل، بس عاوزك افضل افضل لو في اي حاجه تحت امرك، وفي وصفات هنا مجربه اعشاب حاجات حلوه جدا ومش اي اضرار. بارك الله فيك. بس كان كده عاوز اساعد حضرتك، يعني انا بحبك في الله، عاوز يعني انت بتدعو ناس كتير ما شاء الله في حاجتك يعني كده يعني. الو، جزاك الله خيرا. الحمد لله. الله يديك الصحه. الحمد لله. اي حاجه ممكن يعني فيما بعد ما نكلم حضرتك او كده. الحمد لله، ينقصنا الدعاء فقط، بس هو اجهاد. الله يشفيك يا رب. اجهاد عمل فقط. الدعاء وانا سعيد بسمع صوتك وعاوزك يعني الله يديك الصحه. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول: ما حكم تقبيل العاقد لزوجته وما هي حقوق العاقد؟ تقبيل العاقد لزوجته جائز، لا يغلق عليهما باب إلا عند البناء المعلن،
حتى تنضبط الأحكام الشرعية، والله أعلم. السلام عليكم. أيضا يقول السائل: هل هناك حاجة اسمها عدية ياسين؟ هذه بدعة. قراءة عدية ياسين على الظالم أو قراءة سورة ياسين على الظالم لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيها خبر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. انا اشتريت الدش في بيتنا وجبت دي قنوات الاسلاميه والاخباريه، فدلوقتي انا تزوجت ووالدتي شفت الدش في البيت، فوالدتي عايزاني اجيب لها التمثيليات والمسلسلات وكده، فقال يجوز، يعني بتقول يعني بتقعد تتحايل عليا وكده، فانا ايه راي حضرتك؟ يعني لا تساعد امك على الاسم والعدوان ان كانت التمثيليات؟ لا اساعدها طبعا، إذا كانت هناك أشياء محرمة وطلبت مني أمي أن أفعلها أو آتيها بها لا أعنها على الإثم والعدوان، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ونبيه صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه، فظلمها لنفسها منه أن تستمع إلى المحرمات. بارك الله فيك. شيخنا بقول لحضرتك دلوقتي القناة الخليجية اللي كنا بنشوف عليها مشايخ كبيرة وكده، يعني غيرت المسار بتاعها، بتجيب أفلام وحاجات غريبة يعني دلوقتي، فكنا عايزين كلمة حضرتك يعني في الموضوع ده. هو الخليجية قناتان، قناة نور الخليجية والقناة الخليجية العامة. القناة الخليجية العامة ليس لها صلة بنور الخليجية، فنسأل الله أن يتوب على الجميع وأن يوفق الجميع للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبنشر الفضيلة في الأرض. اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول إنه صيدلي في السعودية، وبعض الشركات التي تتعامل معه تجعل له نسبة من إجمالي الطلبية، ما حكمها؟ هذا حرام، وإن جاز لك إنما يجوز في حال إخبارك صاحب الصيدلية بذلك، فإن أخبرت صاحب الصيدلية بذلك وأقرك عليه فلك، وإلا فليس لك، إنما العائد يدخل على الصيدلية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا عندي سؤالين لحضرتك. تفضلي. في عيل معاق ذهنيا، نعم، واحنا بنحفظه قرآن، عنده 15 سنة وعيال صغيرة برضه عندهم 10 سنين، هل يجوز ان احنا نلف قدامه النقاط؟ اذا كان ابله اهطل ولا يميز يجوز ان تضع النقاب امامه لانه لم يظهر على عورات. طب ممكن يا شيخ ناخد نمرتك؟ خذيها. اذا كان يميز لا، اذا كان عنده خلل في عقله لا يميز، لا يستطيع أن يصف المحاسن والسوءات، فهذا يجوز إبداء الزينة له، لقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، إذا سمحت لي أنا أسألك سؤالا: هل الطالب الذي يقضي أوقاته في المذاكرة مصيب أم لا؟ مع العلم أنه يحافظ على الفرائض وينوي بذلك أن يكون عمله لله ومنفعة المسلمين. نعم نعم. هل الطالب الذي يقضي أوقاته في المذاكرة مصاب أم لا؟ مصاب أم لا؟ مصاب أم لا؟ هو على كل هو يعمل عملا دنيويا، فإذا نعم. كان يعمله ابتغاء وجه الله وهو في نفسه نافع كأي عمل دنيوي، إذا كانت مذاكرة علوم شرعية يبتغي التقرب به إلى الله فالثواب إن شاء الله موجود، وكانت أعمال دنيوية فبحسب نيته ووجهته، والله أعلم. جزاكم الله خير. وياكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا فهمت. نعم. تقول: عندي ذهب اشتريته للزينة والآن أريد بيعه لأذهب للحج، هل عليه زكاة؟ إذا كانت مرت عليه سنة فأختار القول القائل بوجوب الزكاة فيه
إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يقول: هل يجوز رهان الذهب مقابل المال لأداء مناسك العمرة بإذن الله ومن ثم تسديد المبلغ، وإلا فالذهب مقابل المال؟ إذا كان المبلغ سيسدد جاز، لكن إذا كان الذهب سيؤخذ مقابل المال فلا، لكن يباع الذهب ويؤخذ منه ما يخص صاحب المال والباقي يرد إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. يعني الله أني أحبكم جميعا في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. عايز بس رسالة أديها للشيخ محمد حسان. تفضل. أنه يعمل درس، كان في خطبة جمعة: من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. فعايزه يعمل خطب عن الكلام ده يعني. الإخوة يوصلون له الرسالة إن شاء الله. السلام عليكم. هلو. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شأنك؟ ماذا تريد؟ السلام عليك. وعليكم السلام. لماذا بدأتنا بألو أيها الأخ؟ يا شيخي أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له، لكن لا تبدأ بألو لغة العجم. أريد أن أسألك على مسألة تقسيم الميراث للنساء. تفضل. هل في كل الأحوال يساوي المرأة مع الرجال في أي حالة؟ كيف يساوي المرأة مع الرجال في أي حالة؟ كل بحسب. الأخوات مع الإخوة الذكور للبنت نصف الولد، كل بحسب. يا شيخي أريد أفصل. الأب له، تفضل فصل. يا شيخي. نعم تفضل. إذا هذا المرأة خدم أبوها ولم يخدمها الابن، أن انفصل تزوج وراح إلى أهلي. الأب ترك لها شيئا قبل الوفاة باسمها، إذا الأب أعطاها شيئا مقابل الخدمة في حياته لا ذلك، أما إذا لم يعطيها شيئا فالتركة للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك شيخنا؟ بارك الله فيك. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسألك بالله شيخنا أن تدعو لي وأن تدعو لأخي فهو مريض. الله يوفقنا وياك. الله يكرمك. بالله عليك يا شيخنا، أنا التزمت من عدة سنوات، 3 أو 4 سنوات، ولكن الآن يعني أبدأ بالانتكاس والعياذ بالله، ف يعني بدأت أنا أتساهل في بعض الأمور التي كنت ألتزم بها قبل. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ولكني يعني ما زلت أحافظ على المظهر الالتزامي لي، ولكني يعني أريد من حضرتك يعني إن شاء الله بإذن الله تنصحني نصيحة لله. اسأل الله الثبات، ولنسأل الله الثبات جميعا. والأعمال التي أقوم بها كي أرجع إلى ما كنت عليه من قل كده. أولا قل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ثم التمس بيوت الله، تواجد بكثرة في مساجد الله، والرفقة الصالحة أحرص عليها، وراقب الله في أوقاتك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حمسك شوي أسئلة. نعم. ما هي فضل أيام رجب؟ رجب الأول. السؤال الثاني: هل أن المرأة الحامل لها أجر الصائم القائم المجاهد في سبيل الله؟ والسؤال الثالث: بالنسبة للعقيقة التي ذكرت، هل تجوز القيام بها قبل يوم السابع؟ الحمد لله. نعم. في أسئلة أخرى؟ هل الماء المغلي يستطيع به الاغتسال؟ أشكر لكم وبارك الله فيكم في هذه القناة الطيبة. بارك الله فيكم. الأخت تسأل عن شهر رجب. إجمالا شهر رجب من الأشهر الحرم، قال الله تعالى:
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فهو من الأشهر الحرم. ثم إن السؤال الثاني هل الحامل لا أجر الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر لا يثبت بهذا خبر. السؤال الثالث هل العقيقة تجوز قبل اليوم السابع؟ السنة أن تكون في اليوم السابع، إن تقدمت أو تأخرت للإضطرار جاز للإضطرار، جاز للإضطرار. قد عق ابن سيرين عن نفسه عند الكبر، فإذا كانت هناك ضرورات أو أمور تجعله متعذرا جدا فعلها يوم السابع فقد جوز البعض فعلها قبل ذلك والله أعلم. أما الوضوء بالماء المسخن المغلي لا بأس بذلك، الوضوء بالماء الساخن لا بأس به، وكان عمر يتوضأ بالحميم، والحميم هو الماء الساخن. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخنا بس عندي أربع أسئلة وعم أسمع من حضرتك الإجابة. السؤال الأولاني الحيض بينزل خفيف على بني وبعد كده ممكن يكون قبل ميعاد الدورة بيومين بعد كده ينقطع يوم. عفوا كيف يكون حيضا ويكون قبل ميعاد الدورة؟ إذا كان دما يشبه دم الحيض نزل دفعة فهذه البداية. لا هو خفيف ينقطع يوما يعني دم ولا مش دم يا أختي بس اصبري، يعني هو دم أو ليس بدم؟ لا خفيف. عظيم مشترج. هو دم بس مش كمية الدورة العادية. طيب ولو إذا كان دما فهو دم لونه لون دم الحيض فهو حيض. دم دم الحيض. السؤال الثاني خفيف بعد كده يعني تخف خالص بعد كده تنزل العادية، هل في الفترة هي بتخف دي أطهر وأصلي فيها عادي ولا؟ إذا نزل الدم دم الحيض يوما أو يومين وانقطع يومين ونزل بعد في اليوم الخامس فهذان اليومان اللذان في الوسط ما حكم الصلاة فيهما؟ العلماء لهم في ذلك قولان، القول الأول للتلفيق يعني اعتبار مدة من الأول إلى الآخر كلها مدة حيض، دع الصلاة أيام أقرائك. ومن العلماء من يقول إذا كانت المرأة متأكدة أنه انقطع في اليومين المتوسطين اغتسلت وصلت. اختار رأي القائل بأن الحيض من أولها إلى انتهائها، وإن انقطع في أوقات فكل هذا زمن حيض تمنع فيه المرأة من الصلاة والصيام والغشيان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب، ما حكم اتيان الرجل للمرأة ولم يتم نزول علامة الطهر منها وهي على يعني حائض يعني؟ هذا حرام. ما حكم كفارته؟ يعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله عنا كل خير. وإياكم وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائلة تقول كنت على جنابة ونزلت الحيض هل أغتسل من الجنابة؟ لا يلزم، لا يلزم، وإن اغتسلت فقد قال به بعض العلماء لكن ليس بلازم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الشيخ مصطفى العدوي. نعم. ها؟ نعم نعم معك. طيب أنا السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه مشكلة عندنا مع اثنين جيران. وبعد؟ في مشكلة مع اثنين جيران. وبعد؟ عيلة قتلت واحدة ست. وبعد؟ عيلة قتلت واحدة ست. وبعد؟ القاتل السجن خد مؤبد. فالعيلة الثانية قتلت رب العيلة الثانية اللي هي اللي اتقتلت منها الست قتلت الراجل الكبير بتاع العيلة الثانية. فاحنا عايزين نصلح بين الاثنين.
فكيف يتم او ما هي طريقه الصوت؟ كل واحد منهم مصر على انه ياخد دية. هل دية الراجل زي دية الست؟ لا. ام ماذا نفعل؟ لا دية. وكنا نتمنى ان حضرتك تكون حاضر جلسه الصلح دي. من اي البلاد انتم؟ من المنصوره. خير نتواصل ان شاء الله. المنصوره قريه الملحه ميت علي. نتواصل ان شاء الله. عندكم الدكتور عبد الغني رجل فاضل. ان شاء الله. ان شاء الله نتواصل باذن الله. لكن عموما دية المرأة على النصف من دية الرجل. وربنا يقول لا تزر وازرة وزر اخرى. القاتل هو الذي يقتل، لكن قدر الله وما شاء فعل. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابي علي العزيز؟ غفر الله لي ولك، تفضل. بارك الله تعالى فيكم. وياكم. لو سمحت سؤال الاولاني يا شيخ، انا شغال في شركه. هو الصح الاول ولا الاولاني؟ السؤال الاول. احسنت، تفضل. انا شغال في شركه وبيخصموا مني جزء من المرتب لحاجه اسمها المعاش الادخاري. اذا كان اختيارا فلا تشترك فيه، اذا كان اجبارا فاشترك. السلام عليكم. قل الشعر الذي بالخدين يجوز حلقه ام هو تابع للحيه؟ اذا كان على الخدين هنا على الوجنتين فيجوز اخذه، لان اللحيه هي العظمه التي تبدا من محاذاه الاذن الى اسفل الذقن يمينا وشمالا. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام. والله بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا. وجزاك مثله، تفضل. هل الاتباع لمذهب المخالف لعدم حدوث الخلاف جائز كما فعل ابن مسعود مع عثمان رضي الله عنهما في إتمام الصلاة؟ وهل الأمر على الإطلاق؟ وما الفرق بينه وبين اتباع الهوى؟ لا، هذه المسألة عفوا اصبر علي، هذه المسألة لابد فيها من التفصيل. يعني هل يجوز لشخص أن يتبع مذهبا آخر أو لا يجوز؟ لابد فيها من التفصيل. فمثلا أنا أبين لإخواني على سبيل المثال، إذا كان ثم شخص يأخذ بالرأي القائل أن مس المرأة، مصافحة المرأة تنقض الوضوء، وآخر يقول لا تنقض، فتقدم الذي قال لا تنقض للإمامة وهو صافح امرأة، فهو على رأي الآخر منتقد الوضوء. لكن علماؤنا يجوزون في مثل هذه الحال المتابعة. لكن نفترض أن شخصا زائغا قال الريح لا ينقض الوضوء، وأنا متأكد أنه أخرج ريحا، لن أصلي خلفه إلا إذا توضأ. فالمسائل تختلف ولا بد فيها من التفصيل. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ مصطفى العدوي حضرتك؟ نعم. حضرتك أنا عندي سؤال بالنسبة لمسألة إيراد. تفضلي. ممكن؟ تفضلي. حضرتك عم الشيخ أخوي الله يرحمه لم يكتب عقد الزواج إلا ما بعد أن البنت اللي كان معاها عندها 5 شهور في الحمل، وإحنا ما كناش بنعلم الحتة دي. ولما كتب عقد النكاح حضرتك توفى بعدها، وبعدين هي بعد 4 شهور من وفاته يعني ولدت. فهل هي ترد فيه؟ وهل اللي في بطنها يرد فيه ولا؟ سؤالي عفوا. نعم. هو كان تزوج لكن أخر تسجيل العقد أو كان عمل حرام؟ لا حضرتك، لم يتزوجها، لم يكن، كان في علاقة بينها وبينه حرام حضرتك، وإحنا ما كناش بنعرف الحتة دي. وبقى يزن على والدتي، أنا عاوزة أتجوز قبل شهر رمضان اللي فات حضرتك، وقالت له والدتي استنى شوية لغاية ما يعني نصوم رمضان وكده، وبعد رمضان نيجي نجوزك. فهو أصر على الحتة دي وخلاص، خطبنا له وكتب عقد الزواج، وبعدين توفاه الله. وبعدين تفاجأنا بأن مراته بتولد وحامل وبتولد وكده، فإحنا استغربنا، ما فيش مرأة بتحمل حضرتك 4 شهور.
فقالت لنا ان كان في حمل 5 شهور قبل ما نكتب عقد النكاح. وبعدين دلوقتي احنا عاوزين نعرف هل اللي ولدته يورث وهي تورث، وهل ده ابنه ولا مش ابنه، ولا هي ولدت بنت حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعلى الأوراق الموجودة الآن البنت ابنته وترثه، وعلى رأي المذاهب بشيء من التفصيل فأقول بعيدا عن مسألة الأخت السائلة، أخت السائلة أخذت جوابها أن هناك أوراق موثقة أن هذا الرجل تزوج تلك المرأة، غايته أنها قبل يعني أن الولادة تمت بعد 4 شهور من الزواج. بالطبع أفصل لأن التفصيل سينعكس على مسألتنا هذه. إذا عياذا بالله زنى رجل بامرأة وحملت منه، حملت المرأة من الرجل في الحرام، هل يجوز له أن يتزوجها وهي حامل منه أو لا يجوز؟ وهل الولد الذي في بطنها من الزنا يجوز للأب أن يستلحقه يقول هو ولدي أو لا يجوز؟ أعيد السؤال أو أبلوره في سؤال واحد. رجل عياذا بالله زنى بامرأة فحملت، هل يجوز له أن يتزوج وهي حامل أو يستلحق ولد الزنا، الولد الذي في بطنها، ويدعي لنفسه أم لا؟ فجمهور العلماء يمنع من ذلك، وفريق منهم كشيخ سام تيمية وقول عن الأحناف أيضا يجوزون ذلك. ما الحجة في هذا الباب؟ الحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكن الإشكال هنا ليس هنا فراش، الولد للفراش إذا كان لها زوج، يعني إذا كانت المرأة لها زوج وجاء شخص ادعى أنه ارتكب معها المحرم فحملت وقال الولد ولدي، نقول له لا، الولد لزوجها لأنه صاحب الفراش والعاهر الحجر. فلذلك الشيخ الإسلام تيمية أو عفوا غير شيخ الإسلام، فريق من الأحناف يقولون الولد ولده ما دام هو مقر وهي مقرة وليس هناك منازع، يعني الولد ولده إذا كان هو مقر هي مقرة ليس هناك منازع. وهذا الرأي الذي أميل إليه، لأن الولد للفراش محل تنزيله إذا كان للمرأة زوج أو كان لها سيد من السادة الذي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وأيام الإماء. فإذا لم يكن لها زوج ولم يكن لها سيد فكيف أنزل حديث الولد للفراش؟ لا تنزيل له مع المرأة التي ليس لها زوج. فعليه أرجع فأقول، ورد في سنن البياقي أن عمر رضي الله عنه في زمانه تزوج رجل بامرأة، الرجل له ابن من غيرها والمرأة لها بنت من غيره، ففجر الغلام بالجارية فحملت الجارية، فجلدهما عمر وحرض عمر الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. فبه استدل البعض على إذا كانت حاملا منه وليس هناك منازع ينازع في الحمل أنه له أن يستلحق الولد فإذا أخذنا بهذا الرأي قلنا بأن الولد ولده ويرث، وهذا الذي أختاره من أقوال العلماء، وخاصة في مسألتك التي سألت عنها الولد يرث. أما الجمهور فيمنعون لما سمعتيه من حديث
الولد للفراش، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، في سؤال عايز نسأل حضرتك فيه، يعني أوجه الصدقة الجارية بالنسبة للمتوفى، وهل سداد الدين عن حد يكون صدقة جارية؟ وهل كفالة يتيم، كفالة اليتيم في المشاريع اللي بيعملوها بتاعت كفالة اليتيم دي يعتبر صدقة جارية؟ عايز نعرف من فضيلتك بس أوجه الصدقة الجارية. بارك الله فيك. من الصدقات الجارية أن تساهمي في شراء أرض مسجد أو في بناء مسجد، هذا من الصدقات الجارية. من الصدقات الجارية أن تتبرعي بمصحف لمسجد، أو تؤسسي مكتبة في مسجد. من الصدقات الجارية تشتري ثلاجة للمياه يشرب منها العامة، يشرب منها الناس عموما، أن تساهمي في بناء مستشفى، فكل هذه صدقات جارية. أما سداد دين شخص ليس من الصدقات الجارية، إنما صدقات مجارية رزقها يضر بصورة مستمرة، هي صدقة لكن ليست كالصدقات الجارية الأخرى. كذلك كفالة اليتيم، إذا كنت تعطي يتيما مبلغا من المال مقطوعا ينفقه، فليس كأن تؤسس دارا للأيتام أو تشاركي فيها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أهلا وسهلا شيخ. نعم تفضل. هل يجوز العمل في الحلاقة؟ العمل في الحلاقة جائز إذا كنت ستتقي المحرمات التي فيها. العمل في الحلاقة جائز إذا كنت ستتقي المحرمات التي فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو طبعا أستاذ حضرتك بس بسؤال بعد إذنك. تفضل. حضرتك في بالنسبة لإتيان المرأة في دبورها، إتيان المرأة في دبورها يحرم عليها يا ولا الزوج والزوجة، هل يحرم عليها؟ هذه كبيرة من الكبائر، لكن لا تستلزم تفريقا بين الزوجين، يعني لا تصبح طالقا بسبب ذلك، لكنها كبيرة من الكبائر، وإذا أصر الزوج على ذلك فلها أن تطلب الفراق، لها أن تطلب الفراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. والله يا شيخ أنا متزوجة، ومن ساعة ما تزوجت وأنا عايشة في دحيم، أهل زوج بيعملوني معاملة وحشة وبيشتموني وبيظلموني، وكل الناس اللي حواليا بتظلمني، وزوجي ما بيدخلش عني خالص، يعني ما بيدخلش في أي حاجة، شخصيته ضعيفة، ما بيحاولش إن هو يدافع عني، سايب كل الناس تظلمني، سايب كل الناس تهمني وبيشتموني، أنا مش عارفة أعيش. أنت مستقلة؟ أنت مستقلة في معيشة أو عايشة في بيت عيلة؟ لا أنا عايشة في بيت عيلة. وأنا واقع عليا أذى، أنا نفسيتي تعبانة وباعية، وأنا حاسة إن أنا هموت من كتر الزعل. فأنا مش عارفة هل أنفصل؟ ماذا أفعل؟ الزوج نفسه يؤذيكي؟ نعم؟ الزوج نفسه يؤذيكي؟ الزوج يؤذيكي ونفسه؟ يؤذيني بصمته، يؤذيني ان هو ساكت، يؤذيني. لا ممكن علاج لهذه القصة ان تنتقلي انت وهو الى شقة بعيدة عن الظلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عذرا يا شيخ معي تتم اسئلة جزاكم الله خيرا. تفضل. شاب خطب فتاة وبعد الخطبة علم انها مصابة بسحر تفريط وتأثر هو بذلك وسعى للعلاج ولكنه سائم ولم يطيق الامر فتركها، فهل له أن يأخذ ما قدم من ذهب؟ وهم منعوه من ذلك من أخذ الذهب لأنهم يقولون سألوا شيخا قال ليس له حق. وسؤال آخر، حكم العمل محاسب في القرى السياحية. وسؤال آخر، شاب سيتخرج من كلية التجارة وهناك دورة خاصة بالنسبة لعمله وتكون في بنك من البنوك، يتدرب عملي حتى يجيد الدورة، فهل جائز هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالخاطب الذي أعطى المخطوبة شبكة ثم أراد الانفصال، الشبكة في بلادنا مصر
في الغالب ما لم ينص على خلاف ذلك هي من الصداق. الشبكة في مصر في الغالب تكون من الصداق إلا إذا نصوا على أنها هدية. فإذا كانت من الصداق فليس للمخطوبة منها شيء إلا أنها إذا تكلفت وأهلها شيئا للخاطب يخصم من الشبكة قدر الغرامات التي غرمتها ويرد إليه الباقي، والله أعلم. أما المحاسب في القرى السياحية فالغالب أن فيها فساد، فبعدك عنها أسلم لدينك، والله أعلم. أما هذه الدورة في بنك إذا كانت إجبارية فلا إثم عليك، إذا كانت اختيارية فابحث عن مكان آخر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. ادعي لي بارك الله وقل لي يصلح لي ربي زوجتي. الله يبارك عندي فيك. عندي سؤال بارك الله فيك. اتفضل وفيك. إذا دعاني شخص لوجبة من الطعام وهو لا يصلي، هل أذهب عنده أم لا؟ يجوز لك أن تذهب. السؤال الثاني بارك الله فيك، صباغة المسجد بدلا من اللون الأبيض هل يجوز أم لا؟ نعم نعم. صباغة المسجد بدلا من اللون الأبيض هل تجوز أم لا؟ صبغة المسجد باللون الأبيض؟ من غير اللون الأبيض، بالأحمر أو الأصفر أو الأزرق إذا كذا. السؤال الثالث بارك الله فيك، لباس المرأة الثياب الأبيض عند وفاة زوجها 4 أشهر و10، هل هذا يجوز أم لا؟ لباس الأبيض؟ الثوب الأبيض. في بلادكم تلبس أبيض على وفاة الزوج؟ نعم، عند وفاة الزوج تلبس المرأة الثياب الأبيض 4 أشهر و10. السؤال الرابع بارك الله فيك، إذا دخل شخص المسجد ووجد المصلي انتهوا من صلاة العصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ يسأل عن شخص لا يصلي، دعاه للوليمة للأكل، هل له أن يجيب؟ لك أن تجيب، ولكن بشيء من التحرير، إذا كنت ترى أن إجابتك فيها تأليف لقلبه حتى تدعوه إلى الصلاة فهذا حسن أن تجيبه. قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم يهودية دعته إلى طعام، وإن كنت تطمع أنك إذا هجرته يرجع إلى طريق الله فعليك بذلك. أما صبغة المسجد بلون غير الأبيض، دهان المسجد بلون غير الأبيض، جائز ما لم يكن فيه فتنة للناس. ورد عن عمر أنه قال إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني في الصلاة، فالزخارف التي تشغل المصلين تمنع، والله أعلم. هل اللباس الأبيض عند الحداد وارد؟ لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك، لم يرد أن النبي أمر بأن تلبس المعتدة ثوبا أبيضا، بل المعتدة من وفاة لا تتزين، لا تفعل ما من شأنه أن يجلب لها الخطاب، فكان الثوب الأبيض الابتعاد عنه أيضا أولى لهذا الغرض، ولم يكن وليس فيه نص عن رسول الله بالنسبة للمعتدة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ممكن سؤال؟ ممكن إن شاء الله. لعبة الشطرنج حرام ولا حلال؟ مكروه. مكروه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ أريد أن أسأل على، أنت تسمعني يا شيخ؟ أسمعك الحمد لله. ابني وضع ملف في البنك. ابنك وضع ماذا؟ ملف في البنك. مالا في البنك. يريد الاستفادة من الآلات عامل وشاحنة. ألو. ابنك وضع مالا في البنك. نعم. وبعد ذلك؟ للاستفادة بآلات عمل وشاحنة. يريد الاستفادة بآلات عمل وشاحنة، وبعد ذلك؟ وبعد 8 سنوات يرد هذا المبلغ بزيادة 1%. لا يجوز. لكن هو سيستلم الآلات والشاحنة.
لا يجوز بهذا ليس المال. ابتعدي ابتعدي بارك الله فيك عن هذه المعاملة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم أحمد يا شيخ. نعم. أنا أم أحمد. تفضلي. لو سمحت يا شيخ. نعم. لو سمحت. سمحت وتفضلي. أنا جوزي بيستعملني يعني فوقي وكده. استغفر الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. وياك وياك تفضلي. لو سمحت يا شيخ أثناء يعني تواجدي في وسائل المواصلات العامة يعني أضطر إن أنا أثناء دفع الأجرة يعني يدي تلمس يد رجل أجنبي فهل علي وزر في ذلك؟ ابتعدي قدر الاستطاعة. هل العبرة بكثرة العمل أم ببركته؟ ابتعدي عن ملامسة الرجال قدر استطاعتك، وابتعدي عن الاحتكاك بالرجال. أما العبرة بموافقة العمل للكتاب والسنة الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، فالموافقة للكتاب والسنة هي الأفضل والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدو. تفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. لا سمعت يا شيخ مصطفى، عندي سؤال وعايز رقم تليفونك الخاص عشان معي مشكلة. خذ الرقم الخاص من الإخوة. لكن ما السؤال؟ السؤال ما المقصود بالرباعية يا شيخ؟ الرباعية؟ هذه كلمة محتملة عدة أمور. عن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم قال شق وجهه وكسرت رباعيته. أسنان الرباعية الأسنان المتقدمة. الأسنان؟ الأسنان الأسنان المتقدمة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفتك على صحة حديث يا شيخ. ما هو؟ هل أن صيام أول رجب يعادل 3 سنين؟ لا يصح. لا يصح. بارك الله فيك. وياكم. تفضل. السلام عليكم. هل الميت يحس بالذي يزوره في القبر؟ تلك مسألة فيها نزاع، والظاهر أو أدلة القائلين بأنه يسمع حديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه، وأنه يسمع قرأ عن عليهم، والآيات الأخرى وما أنت بمسمع من في القبور. فالبعض يقول فور الوفاة يسمع قرأ عن عليه، لكن سماعا لا يفيده، سماعا لا يفيده. والبعض يقول لا يسمع مطلقا، فالمسألة قائم فيها الخلاف والله أعلم. إذا أخرج أهل الميت صدقة جارية للميت تكتب له أم لا؟ تكتب له بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. لو سمحت أنا بعمل في محل، ففي أحد الزبائن كان معاه شنطة فيها ملابس تنسيها، الكلام ده من شهر رمضان اللي فات، وحطيت أنا ورقة كده قلت يعني اللي ضيع له ملابس وعرفت، بس ما حدش جاي يعني، هل يجوز لي أنا استمتع بيها؟ انتظر لرمضان المقبل واستمتع بها بعد رمضان المقبل حتى تكمل عليها سنة. ماشي. وليه؟ نعم. السلام عليكم. لا سؤال ثاني. اسأل تفضل. في المحل اللي انا بعمل فيه في ناس بيحتاجوا مني طلبات، فبشتريها من باخدها من المحل جملة وببيعها للزبائن بسعر العادل اللي بتباع في المحل. لابد ان لازم تتملكها اولا، وبعد ان تتملكها وتنقلها الى رحلك تخيرهم تشتريها. انا باخدها من المحل بس اول شكك يعني وبديها. اسمع كلامي بس دول. اسمع كلامي. شكك مش مشكله، لكن اشتريها وانقلها الى مكانك وخير المشتري. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. والله حضرتك يا شيخ انا معايا محل ادوات كهربائيه الحمد لله، وبعد
تمام. فبيجيني صنايعي بياخذ مني ادوات كهربائيه وبعد للزبون، فبيطلب مني اكراميه على اساس ان هو جاب لي الزبون ده، تمام. اذا كان الزبون يعلم ان الصنايعي سياخذ مبلغا من المال منك واطلعت الزبون على ذلك، وكان هذا من مربحك انت، من مكسبك انت يا تاجر، لا باس، والا فالبعد افضل والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: كنت تاركا للصلاه وتبت، هل علي اعادتها؟ نعم عليك اعادتها عند جماهير العلماء، وإعادتها على النحو المتيسر لك والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عايز اسال حضرتك سؤال. زوجي عنده ضعف جنسي يعني وكده من فتره كبيره قوي، ف يعني سبب ان انا امتنعت عنه وكده، فانا عايز اشوف الحرمانيه، وعايزه يعني انا مش قادره ان انا يعني اعيش معاه حياه زوجيه. يا اختي الكريمه، ايوه، انت شهرتي بزوجك امام الملأ، وكان ينبغي ان تسالي سؤالا عاما: ما الحكم في رجل صفته كذا وكذا؟ لكن على كل حال، اذا انت اثبتت الضرر فلك ان ترفعي عليه قضيه وتختلعي منه اذا اثبتت الضرر، ولكن اذا اردت الستر فاختلعي دون ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: قلبي مريض من كثرة المعاصي، وبدأ يتأثر بأي دين أغيثوني. اسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات على الإيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نشهد الله أن نحبك في الله يا شيخ الحبيب. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أنا أبو عبد الرحمن من مكة المكرمة. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. حفظك الله ونفع بك وجزاك الله عنا كل خير. وإياك. وليس بغريب أن يحبوك الناس، فأنت رجل الله يخبر. نحسبك على الله ولا نزكي. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله والسامعين والسامعات. ورحم الله والديك ووالديك وجعلهم في الفردوس الأعلى. ولك بمثل، بارك الله فيك، تفضل. سؤالي يا شيخ الحبيب: توجد شقة أود شراءها ولا أستطيع دفع ثمنها كاش نقدا، وقال لي صاحب الشقة: تستطيع أن تشتريها عن طريق البنك. فاشترطت عليه إذا كان البنك يستطيع أن يشتريها بنقل ملكيتها له، عند ذلك لا بأس أن يشتريها لي البنك، على أن أقسط البنك أقساط الثمن بمبلغ يزيد عن المبلغ الأساسي. لا تفعل. اشتراطي صحيح في محله أم لا. ماذا تشور عليه؟ لا 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 تفعل أبدا. أجلك وأحسبك من أهل الفضل، أجلك عن هذه المعاملة الربوية التي تردي في الجحيم. نعم، هذه معاملات ربوية عياذا بالله تردي في الجحيم. حتى لو شراها الملك البنك ونقلها الى ملكيته يا شيخ الحبيب. عفوا، البنك لا يفعل هذا. نعم. ياخذ الضمانات الكافيه عليك اولا قبل ان يشتريها. اي نعم، هذا البنك يفعل، فيبيع ما ليس عنده. فالاولى تركه. البعد الالزم، ليس الاولى اختيارا. نعم. الالزم البعد عن هذه المعامله المحرمه. حفظك الله وجزاك الله عنا كل خير. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. تقول السائلة: قال لي زوجي: لا أخبر أهلي عن موضوع ما، ولكني أخبرتهم فأشعر بالذنب، استغفري الله واستبيحي زوجك، استحلي أو اطلبي من زوجك العفو والله أعلم. السلام عليكم. يقول: اشتريت مال زوجي ذهبا ثم بعته ورديت ماله واخذت الربح لي، فما حكم اخذ ربح لي؟ اشترت ذهبا من مال زوجها ثم باعت وردت المال في مكانه، خلاص قضى المال مالك، المال مالك
ولأنك إذا كنت خسرت كنت ستردين المال، لكن استبيعيه أفضل. تقول: والدي انقطع عن الصلاة 14 يوما بسبب شدة المرض، فما عليه؟ عليه هو مات أخطأ لكوني عفوا والدي انقطع عن الصلاة 14 يوما بسبب شدة المرض، فما عليه؟ وقد الكلمة الأخيرة غير مفهومة. إن كان مات فأمره إلى الله، أكثري من الاستغفار له، وإن كان حيا فعليه إعادة تلك الصلوات، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويرزقنا وإياكم حسن الإنابة وحسن الإخبات إليه عز وجل. أوصي نفسي وأوصي إخواني بذكر الله المتواصل الدائم، فبه تنخنس عنا الشياطين وترتفع لنا الدرجات وتطمئن قلوبنا وتقوى أبداننا وترطب ألسنتنا ويذكرنا الله في من عنده، فضلا عن تنوير قلوبنا بذلك، فضلا كذلك عن تبييض صحائفنا بذلك يوم نلقى الله. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فرد مصليا مسلما، ألا ورد المظالم إلى أهلها، وأكثر من الاستغفار فبذلك تسلم لكم أموركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى.